دلوقتي احنا هنسجل المحاضرة التانية والتالتة مع بعض في الفيديو دوت، عشان المحاضرة التانية هتبقى قصيرة نتيجة لأن أنا واخد أغلب المحاضرة التانية في الفيديو بتاع المحاضرة الأولى، إن هي ما كانتش عاملة يعني ما كانتش مرتبة الأوبريتورز مع بعض، بس أنا حطيتها مع بعضها كلها في المحاضرة الأولى. بالنسبة بقى هنا بنكمل الأساسيات البيزكس. فعندي هنا بنتكلم على الداتا تايبس، أنواع الداتا. المحفوظ دي بتقول ان الانت سيستم حجم الرقم الانت، سوري الانت يعني عموما حجمه بيختلف من سيستم للتاني. بمعنى ايه؟ انا ممكن يكون عندي الانت بالنسبة للجهاز بتاعي ويكون 4 بايت، بالنسبة لجهاز حد تاني 8 بايت، بيختلف من جهاز للتاني، لكن ما بيختلفش اللونج والشورت. بس عموما الانت بيبقى اقل من 4 بايت لان اللونج 4 بايت، تمام. اللونج والشورت ما بيختلفوش. يجي مثلا بالنسبة للونج، هنا اللونج حجمه 4 بايت، يعني لما اكتب لونج مثلا var او لونج انت var، دي معناها ان انا بحجز 4 بايت. الرينج ده مش مهم اوي، مش محدش بيحفظه اصلا. floating point types دي اللي هو بيدينا رقم ليه علامة عشرية، تمام. بنستخدمه عشان نحسب المساحات، الحرارة كده، ان فعلا مثلا الحرارة مش محتاج فيها يعني اكتر من 7 ارقام بعدها من 10، ده هو كده رقمين 3، تمام. فالفلويد بالنسبة لها كويس، يعني الحاجات اللي انت عارف ان هي هتديك او محتاج فيها ارقام 10 قليلة، فالفلويد فيها حلو، تمام. هنا بتقول برضو الماكسيمم نمبر لل significant digits is called a precision. ده مش significant digits اللي هي الأرقام زي اللي هي يعني مش هشرحها هنا بالتفصيل significant digits، ولكن هي الأرقام دي كلها اسمها significant digits عموما يعني. بس بغض النظر مش مشكلة دي، عشان مش عايزين نطول فيها، دي هنشرحها في النيوميريكال، للأسف ما شرحتهاش. اوكي، الفلوت هنا بنقول هو بيدينا من 6 لـ7 أرقام بعد ما 10 فقط، من بعد كده بيقطع الرقم، حتى لو فيه كان رقم ماشي إلى ما لا نهاية بعد عامة عشرية، بس هو بيدينا لحد 6 أو 7 أرقام وبعد كده خلاص. بالنسبة للدبل بيدينا 15، تمام. هنا يعتبر مقارنة بين الفلوت والدبل. عندي هو زي ما قلنا الفلوت 4 بايت، تمام، و7 ديجيتس. الدبل بيبقى 8 بايت، و أهو وبيدينا حد 15 رقم بعد علامة العشرية، تمام. هنا بيقول ان يعني دلوقتي بما ان الكمبيوترات بقت المساحة بالنسبة لها او الرامات بالنسبة لها بقت كبيرة كده كده، فحكاية الفروت والدبل دي مبقتش تفرق معانا قوي، او يعني مفيش داعي ان احنا نستخدم الفروت، يعني نستخدم دبل على طول. اصلا الديفولت بتاع اي كومبايلر او سي بلس بلس الدبل. طب افرض انا عملت فلوت، في احيانا الكمبيوتر هيديك مش هيدينا ايرور ويخلي يعني يوقف الكود، لا هو هيدينا بس ملحوظه وهيقول ان انا خد بالك ان انا هقطع لك الرقم بعد ايه، بعد 7 ارقام عشريه. فلو انت مثلا مش عايز الكمبيوتر يديك النود دي او الملحوظه دي، بنحط بعد الرقم كلمه سوري حرف الاف زي كده. لو انا مثلا بعمل كونستانت وقلت كونستانت فلوت، تمام، وكونفيرجن مثلا، وعملت رقم كده بحط بعده حرف الاف عشان اقول الكمبيوتر اوكي انا عارف ان ده فلوت وانا عايزه فلوت، ده من الاخر يعني، تمام. دي كل الفكره. لو انت هتعرف كونستانت في تايب فلوت هتعمل ايه الطريقه دي، اوكي. هو اديتنا عليها مثال، تمام، انتر ريديوس وسيرك النودز اريز كده، اوكي. بس ده كل الموضوع اهو، دخلنا الباي وعملنا بعدها حرف اف عشان نقول له خد بالك انا عارف ان دي فلوت وانا عايزها فلوت بس كده. طيب يقول هي ترو او فولس، يعني حاجه او فاريبل هي هيحمل يا ترو يا فولس مثلا، تمام. Saving the and using the value of an expression.
هنا بتقول مثلا ايه، عندي دبل ديجري وعندي ديجري 2 وديجري 3. انا هفترض دي لو مجموعات ثلاث مواد، وانا عايز اشوف الطالب ده المجموع الكلي بتاعه كام. فحاجة من الاثنين، يا اما هعمل يا اما هاجي مثلا هنا واقول له ديجري 1 زائد ديجري 2 زائد ديجري 3 على بعضها مرة واحدة كده. لو عايز اجيب الافريج هكتب هعمل على 3. طب افرض انا عايز التوتال استخدمه مرة تانية كده، هفضل كل مرة اقعد اعمل السطر ده كده اكتبه كده كله؟ لا. فهي بتقول فاضل ان احنا ايه، نخزن كل ده القيمة دي كلها فين، في variable. فهنا عرف variable اسمه total، وعرف variable تاني اسمه average، وخزن التوتال لوحده تمام. وبعد كده لما يحب يطبع ده يستخدم ايه، التوتال بس، او حتى يستخدمه في الحسابات، هيبقى اسهل. دي فكرة العنوان او اللي هي عملناها. فبتقول احنا ممكن نعرف variable من نوع مناسب، وبعد كده اساويه بال يعني احط الاكسبريشن بعد يساوي بالنسبه للفاريبل ده، والفاليو اللي هتبقى هنا هتتخزن في مين، في التوتال بس كده. ارسمتك او اسايمنت اوبريتور دي اللي هي دي احنا خدناها فوق يعني، كان معانا في المحاضره الاولى وبس، ده كان مثال عليها، وده عادي جدا يعني، مجرد عمليات حسابيه عادي جدا. هي مثلا عملت الـ variable اسمه answer، أو اختصرت answer 27. هنا جمعت 10، هنا طرحت 7، بعد كده هنا ضربت في 2، هنا قسمت على 3، وهكذا. أي كلام يعني. نخش على المحاضرة التالتة اللي هي control structures. control structures كل الكلام ده اللي بيتقال فيه ايه؟ بيتقال فيه ان السي بلس بلس sequential ماشي. يعني ايه سيكونشال؟ يعني بينفذ سطر سطر، يعني يقرا السطر الاولاني وينفذه، بعد كده السطر الثاني وينفذه، وهكذا يعني في الكود يعني. ولكن عشان خاطر احنا لو احنا مش عايزين نمشي سيكونشال في حتة معينة، بستخدم الكنترول ستراكشرز اللي هي اف وسويتش. دي بالبلدي يعني كأني بقول الكومبايلر لو لقيت كذا اعمل كذا، من الاخر كده. فهنشوف مثلا عندي هنا بتقول دي يعني أمثلة توضيحية كده، يعني إذا مثلا افترض دي كونديشن، هقول له if the degree is greater than or equal to 95 the grade is A. يعني كأني بكلم الكمبيوتر بالصيغة دي، بس يعني كأني بكلم الكمبيوتر بالإنجليزي لكل الموضوع يعني، بس يعني بس بصيغة هو يفهمها تمام. يعني مثلا هنا بنقول هنستخدم مين، relation operators and logic operators، هو ال and وال or، والأكبر منه أصغر منه، أكبر منه أصغر منه يساوي، وأصغر منه يساوي، والإيكوال إيكوال، والنوت إيكوال تمام. هناخد أول حاجة في المحاضرة التالتة اللي هي الـ if statement. الـ if statement عندي في منها one way selection، two way selection، وعندي multi way selection. الـ one way selection دي اللي هي condition وبعدها statement بس، يعني كأني بقول له إيه، لو لقيت كذا أعمل كذا، أو لو حصل كذا أعمل كذا، بس ما قلتلوش بعد كده هو لو كذا ده ما حصلش هيحصل ايه، يعني هو هيعمل ايه، ما قلتلوش. يبقى اسمها one way selection. اديت له اوبشن واحد او اختيار واحد، يعني اديت له كونديشن او شرط، واديت له طريق واحد يمشي فيه تمام. هنا ده الشرح بقى، احنا بنكتبها ازاي مش عارفين. احنا بنكتب هنا الاف وبعدها قوسين، بنكتب هنا الكونديشن، وهنا الكود اللي احنا ايه بنكتبه. لو انا لو الكود اللي بعد اف كان عبارة عن سطر واحد في سيمي كولون، ما بحتاجش اكتب ايه دول، ما بحتاجش مش بحتاج اكتب ال قوسين المجموعة دول تمام. اوكي، يعني مثلا ده هنا مثال عندي، عرف فاريبل اسمه نمبر، وطبع على اليوزر جملة بيقول دخل انتجر نمبر، وبعد كده ايه خد القيمة اللي اليوزر دخلها في الـ variable اسمه number. وبعد كده بيقول له ايه، بيقول له لو number ده أقل من صفر يبقى ضربه في minus. هو عايز في الكود ده، عايز هو بس كل اللي يعمله ان يديني absolute value، يعني لو دخلت له رقم سالب يديني الموجب بتاعه. فبالتالي هعمل ايه، هقول لو number ده كان رقم سالب، كان يعني كان رقم أقل من صفر، يبقى اضرب في minus واحد، وادي الـ absolute value is number. طب لو كان أكبر من صفر مش محتاج تعمل حاجة أصلا، خلاص اطبع دي على طول. يبقى هو بيبص على دي، على الكونديشن هنا الأول، لو دي كانت ترو، ما هو دي لو مثلا دخلت له أنا، لو أنا كيوزر دخلت له مثلا وليكن ماينس واحد،
تمام هيعمل ايه؟ تبقى دي اقل من صفر، هيخش هنا هل ماينس واحد اقل من صفر؟ اه دي ترو، يعني هو صح او غلط، هيجاوب صح او غلط، ترو. طالما ترو يبقى هيضرب ماينس واحد. بعد كده هينفذ الجملة اللي بعد الاف، يعني هو كده خلاص خلص الاف كلها، هينفذ الجملة دي. طب لو انا دخلت له واحد، الواحد ده اكبر من صفر مش اقل من صفر، فهيجي مثلا هيسأل نفسه هل واحد اقل من صفر؟ لا غلط، فولس. يبقى ما هينفذش دي، مش هيبص عليه خالص، وهيخش يطبع هنا الجملة دي. دي كل الفكرة. ونلاحظ هنا احنا ما كتبناش قوسين المجموعة علشان دي جملة واحدة بس. تمام، هنا بيقول هنا الجملة دي بتقول لو انا مثلا هنا هو هنا بعد الاف عمل سيمي كولون على طول، دي معناها ايه؟ دي هو هيبص على الاف مفيش مشكلة، وهيشوف الكونديشن في كل حاجة، بس مش هيعمل اي حاجة خالص، حتى مش هينفذ دي. ليه؟ لان دي كده كأنها اف فيها جملة فاضية مفيش اي حاجة، مبتعملش اي حاجة. تمام، يبقى ده لما احط دي كده، دي مش معناها او الكومبايلر مش هيصوت مثلا، مش هيقول لي دي انت عملت غلط وحطيت سيمي كولون في منطقة غلط، لا فمش هيعمل حاجة، ولا هيديك اي ملحوظة، ولا هيقول لك اي حاجة خالص، لكن كل اللي هيعمله مش هينفذ لك حاجة. يبقى في دي اسمها لوجيكال ايرور. لوجيكال ايرور يعني انت عندك غلطة في كتابة الكود، بس ما هيش غلطة، يعني عندك غلطة انت عملتها بس ما هيش غلط في طريقة كتابة الكود. تمام، دي الملحوظة اللي هنا دي. اوكي، يعني هيبقى في حاجة اسمها يعني statement null، هتبقى كأن في null statement مفيهاش أي لازمة، فبالتالي حتى لو انت دخلت له قيمة أقل من 60 هيقولك ناجح. يعني هنا في الكود ده لو أنا دخلت له كود مثلا، لو دخلت له في ال variable اسمه score ده 50، هيقولي ناجح برضه. يعني كده هيبص عادي مش هيعمل أي حاجة بالنسبة ل F خلصت، بعد كده هيكمل الكود بتاعه عادي، فهيلاقي دي وهيطبعها لي. لكن لو شلت هنا السيمي كولون تمام ودخلت له 50، تبقى الجملة دي بتاعة F، فبالتالي هينفذها ومش هيطبع لي حاجة. يعني لو دخلت 50 مش هيطبع حاجة لو أنا شلت مين السيمي كولون دي. تمام، التوي سيلكشن اللي هي بتاعة ال F else. F else يعني بقول له لو لقيت كذا اعمل كذا، لو ما لقيتش اعمل كذا. دي كل الفكرة. يعني لو الجملة دي ترو بنفذ اللي هنا اللي بعد اف على طول، ولو الجملة لو الكونديشن دي فولس بنفذ بعد else على طول. تمام، اهو هي مثلا بقول له الكونديشن هو لو فولس هيروح على else، لو ترو هينفذ البعض بتاعت الاف. تمام، وفي كل الحالات بعد ما خلص دي او دي ايا كان بيخش يكمل ايه الكود اللي بعدهم على طول عادي. ناخد مثال هنا، عرف كونستنت سماه ريت 50. اوكي، وهنا عرف اتنين variables hours و wages. اوكي، ويقول للمستخدم دخل لي عدد الساعات، فهنا بيقول لو عدد الساعات كانت أكبر من 40 يبقى هيحسب المرتب من المعادلة دي. طب لو كان أقل من 40 هيحسب المرتب من ايه؟ المعادلة دي. وبعد كده يطبع ايه المرتب كام طبقا للي حسبه سواء هنا أو هنا. تمام، هنا بيقول فوق لما كنا بنحط سيمي كولون بعد الاف على طول ما كانش بيدينا اي سنتكس ايرور، بس هنا بالنسبه عشان في else لو حطيت سيمي كولون في الحته دي بعد اف على طول هيديني ايرور. ليه؟ لان في البرمجه مفيش حاجه اسمها else مع نفسها كده، لازم else تكون معاها اف. هو هنا بالنسبه له لما حط له سيمي كولون هنا بالنسبه له الاف دي ما معهاش else، وكده انتهت خلاص، وحتى الجملة دي مش تبع الاف اصلا. بس هو هيعمل ايه؟ هيلاقي دي مش هينفذ حاجة، هينفذ دي على طول. بعد كده يجي عند الالس، ايه ده في الس ما عنديش اف، عارف مديك ايرور، يقول لك في الس ملهاش اف. تمام، دي كل الفكرة. هنا بتقول صحح الكود ده. الكود ده مشكلته ايه؟ لو انا مثلا هنا دخلت 70، يعني دخلت السكور ده كان 70، فاوكي هينفذ باسنج، اوكي مفيش مشكلة، بس برضه هيديني فيلينج. يعني هو بالنسبة له الجملة دي بس هي اللي تبع اف. تمام، الجملة دي خلاص بعد ما يعني بعد في يعني بعد ما خلص الاف خالص هينفذها برضه،
دي كمات الكود بالنسبة له، تمام، مش تبع الاف. فبالتالي لما دخله 70 هينفذ ايه؟ هيقول لي باسنج وفيلينج، يعني ناجح ساقط، تمام. ولو دخلت 50 هيقول لي ايه؟ ساقط، يعني هو في اقل من 60 حلو في السقط حلو، لكن اكبر من 60 هو ناجح ساقط. طب الحل ايه؟ الحل ان انا احط إلس هنا عشان لما تبقى دي عشان خاطر تبقى ايه ما ينفذهاش بقى لو ايه لو كانت ايه اكبر من 60، تمام. اهو كده انا بقول له لو السكور ده اكبر من 70 يبقى نفذ والناجح، خلاص ما تعملش حاجه في دي، ما تنفذش دي. لو كان اقل من 60 يعني مثلا 50 ايه ما تنفذش دي، وايه نفذ دي بتاعه الالس اللي هي ايه اطبع لي كلمه فيلينج او سايد. هنا كوباوند او بلوك اوف ستيتمنت، لما لو انا عايز احط بعد الاف او جوه البادي بتاع الاف اكتر من جمله مش جمله واحده بس، لازم استخدم مين؟ القوسين المجموعه دول لكل الحوار، وده مثال برضو عليها ان انا بستعمل قوسين المجموعه، تمام. وبكده نكون خلصنا المحاضره الثالثه بس كده.